كاين بعض الامور اخرى اللي وصاني عليها، كاين اللي نقدر نقولها كاين اللي ما نقدرش نقولها، منها انه وصاني على القناه انا هو يوصي فيه وانا نقول له ما تهدرش الهضره هذه، يعني ان شاء الله ترتاح وتبرا وتخرج من المستشفى وان شاء الله نواصلوا مسيره مع بعض. قال لي يكتب لي هو يقول لي لا اظن اوصيك باحمد وكن له الاخ والصديق والاب والمرشد والناصح هو. يعني من الهضره هذه بديت نتاثر انا، يعني قلت نسيت شغل متاكد من رحيله. يعني قال لي لو يكتب لي ربي العمر بعد هذه الازمه هذه نخصص نسبة من عائدات القناة لخدمة القرآن الكريم وخدمة. المهم يعني كان حاس